اسمح لي أسأل حضرتك، هو عن أنواع اختيار اللقاحات اللي بتناسبنا إحنا كمصريين، يعني هل يعني البعض مثلا بيتحدث عن التكنيك مثلا في أنواع اللقاحات المختلفة، خصوصا إنه في أكتر من شركة وأكتر من جهة، هذا التكنيك أو الشيء المرتبط بالصناعة أو هو مرتبط بدرجات المناعة أو مع تجاربنا مع اللقاحات الأخرى؟ عشان بس كتير من الكلام بيثار يا دكتور، وعايزين بس نطمن أكتر يعني كل المشاهدين والمصريين بكل التأكيد. شو بتشكك؟ اللقاح ده لقاح ضد هذا الفيروس، وصناعة اللقاحات احنا طبعا في مصر عندنا تجارب كبيرة جدا في موضوع اللقاحات، وشاتك طبعا معروف لدى المواطنين ان في جدول تطعيمات إجبارية بتقوم بوزارة الصحة منذ ولادة أي طفل وعلى مدار عمره، ودي معروفة. وفي الحقيقة اللقاحات دي حمت ناس من أمراض كثيرة جدا زي الدفتيريا والسعال الديكي والحصبة، وفي تطعيم الضرن اللي احنا بنديه عند الولادة. فاللقاحات معروفة عندنا وفي جدول لقاحات ومعروف فائدتها وقيمتها. اللقاحات بتاع الانفلونزا بصفة عامة وبتاع أو الفيروسات بصفة عامة وبتاع هذا الفيروس المستحدث، في أماكن أنتجت لقاحات تقليدية بالطرق التقليدية، إن بنجيب الفيروس نفسه اللي بيسبب المرض بيتعامل كيميائيا بحيث يموت الفيروس، لكن لما بيدخل الجسم على هيئة لقاح محضر بطريقة علمية وطريقة فنية بيستطيع أن يحفز الجهاز المناعي في الجسم إنه يكون أجسام مضادة أو وقاية من هذا الفيروس. وفي طريقة تانية إن الفيروس ما بيموتش خالص، لكن بيبقى بنسميه اتنيويتد. اتنيويتد يعني يعامل معاه بانه يستطيع انه يكون اجسام مناعيه لكن لا يؤدي الى المرض. الديبيت اللي حضرتك سيادتك بتتكلمي عليه ده ديبيت علمي قوي جدا، لان بدا يطلع انواع طرق جديده لعمل هذه التطعيمات بطريقه حاجه اسمها مسنجر ار ان ايه، ودي ما كانتش موجوده قبل كده. فهو ده اللي عامل ديبيت. لكن اللي يهمنا واحنا بنفحص ملف العلمي سواء اللي بيوصل لنا او اللي بنعرفه بين المصادر العلميه، هو اللقاح ده مر بالتجارب اللي هي ما قبل الكلينيكيه وعلى حوالات التجارب وايه النتائج بتاعتها، ثم عندما تم تجربه هذه اللقاح اي نوع منهم على البشر في التجارب بنسميها الكلينيكيه السريريه، في الفترة الزمنية والعدد الكافي النتائج بتاعته ايه، ثم تسجيله في بلد المنشأ. طيب وفي الحالة دي احنا اللجان العلمية بتشوف هذه الملفات وتدرسها، وبناء عليه بيطلع موافقة هيئة الدواء المصرية. وطبعا هناك موافقات نوعين، موافقة بعد فترة طويلة من التجارب والكلام ده كله، دي بتتعمل في الحاجات العادية او حتى في الأدوية. انما حضرتك في هذا اللقاء نظرا ان احنا في وباء عالمي وفي نوع من الاستعجال، فكثيرا من الاماكن العلميه اللي هي اصلا عملت هذه اللقاحات ثم بتنتجه الشركات اختصرت المده البينيه بين المراحل المختلفه، وفي الاخر بعد دراسه هذه اللقاحات زي ما قلت لسيادتك علميا وفنيا ضمانا كاملا للفاعليه وامان وتاثير هذه اللقاحات، هيئة الدواء المصرية بتوافق على هذه اللقاحات وبالتالي بيتم تداولها في مصر. طب هل في أي دكتور برضو ناس تقول لك هل في أي خطورة لا قدر الله أو في أي يعني شيء يقلق أي حد إن هو ياخد هذا اللقاح أول ما ينزل أو يتم توزيعه؟ هو شتك في برنامج معمول بالأولويات، نعم، وبطريقة التوزيع، وب هتعمل نوع من المنصة الإلكترونية بحيث الإنسان اللي محتاج الطعام بيها في الفئات الأولانية اللي قلت شتك عليها اللي هي الكوادر الطبية. نعم. وحتى الكوادر الطبية في برضو أولويات، يعني الكوادر الطبية التي تتعامل مع المرض ومع المرضى نمرة واحد، ثم الكوادر الأخرى، وبعدين كبار السن زي ما قلت لحضرتك، وبعدين مرضى الأمراض المزمنة وهكذا. نعم. بيتسجلوا بتعمل برنامج في كل المحافظات بحيث كل الفئات دي تدريجيا وحسب الكميات التي تأتي إلينا من المصادر هيتم تطعيمه.